أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله تعالى، نحمد الله تعالى أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أتباع النبي الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وإمام المسلمين، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا الدين. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن رحمة الله تعالى أن الله أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب إن رحمتي سبقت غضبي. من هذه الرحمة أن الله جعل الدين كله رحمة، ويسر العبادات حتى لا يكون لأحد منا عذر يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. جعل العبادات سهلة ميسورة مبسطة، ولكن أجرها عظيم وفضلها عميم. من هذه العبادات أحبتي في الله تعالى عبادة الذكر، ولغم أنها سهلة إلا أن الله قال: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: وأقم الصلاة لذكري. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذكر الله تبارك وتعالى عبادة سهلة، لا تحتاج إلى طهارة، ولا تحتاج إلى أن تكون قائما، ولا تحتاج إلى أن يكون أحدنا في المسجد، ولا تحتاج إلى أن يكون أحدنا متجها للقبلة، وإنما على أي حال تستطيع أن تذكر الله تعالى، كما قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي على كل أحوالهم. ولذلك سأهديك هدية أيها المبارك، أيتها الأخت الفاضلة، حديث عن حبيبك صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على إحدى أمهات المؤمنين، فوجدها قد جمعت أمامها كوما من النوى أو الحصى تذكر به الله تبارك وتعالى، فخرج رسول الله وتركها على ما هي عليه، ثم رجع إليها ضحا فقال لها: أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ فأجابت: نعم. فقال لها: قلت كلمة أفضل من ذلك كله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نتخيل أخي الحبيب أختي الكريمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله تبارك وتعالى؟ كلمة واحدة تعطيك بليارات الحسنات في أقل من ثانية واحدة. عدد خلق الله تعالى، عدد خلق الله من البشر، من الجن، من الملائكة، من عالم الحيوانات، من عالم النباتات، من عالم البحار، هذا كله يأتي في ميزان حسناتنا لو قلنا فقط سبحان الله وبحمده عدد خلق. حسنات لا تعد ولا تحصى. سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه. كيف يكون رضا نفسه؟ هل نحن نعلم؟ لا يمكن لأي أحد أن يعرف مقدار رضا نفس الله تبارك وتعالى وزنة عرشه. العرش هذا الهائل العظيم الذي عجزت الملائكة أن ترفعه رغم قوتها وشدتها وعظمتها، إلا أن الله تبارك وتعالى ألهمهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو مرفوع إلى يومنا هذا بلا حول ولا قوة إلا بالله، وليس بسواعد الملائكة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المداد هو الحبر الذي تكتب به الكلمات، كل كلمات الله تعالى. ولو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ورغم ذلك هذه الكلمة تأتي أيضا في هذا الحجم العظيم. ألف نحرص عليها حفظكم الله، كلمة الحبيب المصطفى محمد من أعظم العبادات ومن أرفع الكلمات ومن أروع النصوص التي وردت في السنة، مليارات الحسنات في أقل من دقيقة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أتمنى ألا نحرم أنفسنا هذا الأجر العظيم، وأن نحافظ عليه خاصة في الفراغات، ونحن في السيارة في الطريقة إلى أعمالنا أو إلى أسواقنا أو إلى بيوتنا. اجعل هذه الكلمة على لسانك وأبشر بفرج من الله عميم. صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صاحب العظمة والجلال بقوله: أن عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أتريد فضلا أعظم من ذلك؟ أتريد فضلا أجل وأكبر من ذلك؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته ورضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.